لا يمكن الادعاء انه الفريق اللي لعب هو فريق اسرائيلي، ما كانتش اسرائيل موجوده، وبالتالي الفريق اللي لعب هو فريق فلسطيني، تغلب عليه السمه اليهوديه، تغلب عليه السمه المسيحيه، السمه المسلمه، هذا لا يلغي انه اللي لعبت فلسطين في استراليا، ولا يلغي انه لعبت فلسطين في الاسكندريه وغيره. ما بنقدر هلا نسمح باعاده تغيير التاريخ والدعاء انه هذا فريق اسرائيل، هذا مش فريق اسرائيلي، هذا فريق يهودي فلسطيني ولعب باسم فلسطين.